صدقت ربنا وتعاليت. الحواريون هم الفئة المقربة التي آمنت بالنبي، أي نبي، مش سيدنا عيسى بس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. له حواريين، له حواريين، قال لكل نبي حواري. نعم، لكل نبي. طب وانت يا رسول الله، قال وحواري الزبير ابن عمته رضي الله عنه وارضاه، سيدنا الزبير بن العوام. ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه على سبيل التخصيص دون سواه، لا، ايضا كان له حواريون اخر. يعني النبي ما قالش ولم يكن لي حواري الا الزبير. الا الزبير، الله يفتح عليك. شوف شوف اهو، ده بقى برضه اللغه، برضه اللغه. في يعني خد بالك، خدوا بالكم، اوعى تميل الى التخصيص لمجرد ذكر بعض افراده. لو قلت لك ايه، انا عندي الم جاف، الم جاف، اوعى مخك يروح تقول اقول ان الشيخ خالد ما عندوش حاجه خالص الا الالم الجاف. بالظبط كده، معظم السنه كده يا سيدنا، سبعه يظلهم الله في ظله وما لا ظل الا ظله. ايوه، هل لا يظل الا السبعه دول؟ الله عليك، الله عليك. امين يا رب. اهو ده مثال برضه قوي. نعم. جدا. نعم. يعني هل ما فيش غير السبعه دول الذين يظلهم الله بظله؟ يعني انت لو قعدت تفكر في ناس تانية يظلهم الله بالظل، في نصوص على كده، في نصوص كثيرة جدا. نعم. نعم. زي العشرة المبشرين بالجنة. العشرة المبشرين بالجنة، لا، هو بشر بالجنة على عهد رسول الله أكثر من ذلك بكثير. نعم. بس في عشرة منصوص عليهم في حديث واحد. نعم. بدأوا بسيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا بلال، مش سيدنا النبي قال العشرة المبشرين بالجنة وقال على سيدنا بلال إني وجدت دفا عليك بين يدي في الجنة. نعم. نعم. وقال لن يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية. صحيح. فده قال 1500 أو 1500 كده رايحين الجنة على طول. وشهادة القرآن في سورة الحشر. نعم. للمهاجرين وللأنصار ولمؤمن التابعين. الله. يعني انت عاوز ايه تاني؟ فهذا كله يدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. فهنا الحواريين هم نقدر نقول أقرب أتباع النبي، وأول من آمن به، وأول من التف حوله، وأول من تحمل يعني معه بلاء الدعوة. خاصة الأتباع، الأتباع المخصوصين يعني دون سواه. لأن هي كلمة سيدنا الحواريين جاية من الحور، والحور هو البياض الخالص في العين. نعم. البياض الخالص في العين، والمقصود انه هؤلاء الاتباع اخلصهم الله تعالى لاتباع نبيه واعانته ومحبته وطاعته. لاي نبي بقى؟ لاي نبي. فكانوا هم الاصحاب الخلص، الصفوه. صفوه النبي والذين يخلصون في محبته وطاعته. ومن هذا المعنى لما نقول حرعين، اتساع العين وشدة البياض وشدة السواد الداني، انهم شديدوا البياض الظاهري، الطهارة الظاهرية، شديدوا بياض القلوب، كمان شديدوا وضوح الرؤية. لانه لما يديني عين واسعة وقوية وبهذه الصورة، يبقى الناس دي عارفين رؤيتهم. ومنها ايضا من مادة الحوار حارة، ومنها عندنا الحارة اللي هو الشارع المقفول. يبقى لف ورجع، الرجوع يعني. الله يبارك فيهم. يبقى الذين يرجع إليهم النبي في أمر الشورى، الله ينور، يستشيرهم. أو الذين رجعوا من الكفر إلى الإيمان ومن الضلالة إلى الهدى. وهم مرجعية الرسول، وهم خاصة الرسول. فمعنى الحواريون لما نربطه بالحور العين ونربطه بالحارة، حار وعاد ورجع، تدي المعنى. قال تعالى النبي يرجع إلى غيره لأخذ الرأي. قال تعالى إنه ظن أن لن يحور، يعني يرجع. قال النبي، نعم، سيدنا النبي عليه السلام وغيره من الأنبياء يرجع إلى غيره لاتخاذ قرار أو أمر. ده عندنا سورة كده اسمها سورة الشورى. وفي سورة آل عمران المولى بيقول في كتاب العزيز فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فعل أمر وشاورهم. وشاورهم. فإذا كان من يشاور وهو مؤيد بالوحي. وتلاحظ كمان يا سيدنا، ربنا سبحانه وتعالى عند المشاورة أتى بها جمعا، وعند القرار أتى به مفردا. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت. فالعلماء قالوا جملة حلوة، فتوكل على الله. قالوا، الله يبارك في عمرك، قالوا ديمقراطية الحوار ديكتاتورية القرار، بالمصطلحات السياسية الحالية. نعم.